نتطرق لهذا الموضوع بشكل أكبر، وبرضو نشوف إيه اللي بيحصل في قطر الحقيقة في أرض مونديال العرب. مونديال العرب هسميه مونديال العرب لأن هذه البطولة الحقيقة أثبتت قد إيه إن إحنا عندنا منتخبات قوية جدا من الناحية الفنية، الناحية التنظيمية رائعة، الجمهور حاجة مختلفة. اللي احنا بنشوفه من الجمهور حاجة مختلفة تماما تماما تماما، بقالنا كتير ما شفناش جمهور بالحلاوة وبالجمال في مباراة مصر والجزائر، مباراة المغرب والجزائر، حاجة رائعة جدا وحاجة مشرفة. خلينا نروح لنقدنا الرياضي وصديقي العزيز الأستاذ أحمد عويس من قطر الحقيقة برضو يقول لنا، هو معنا سكايب يا شباب ولا تليفون؟ سكايب كمان، ده ايه الهنا اللي احنا فيه ده؟ اتفضل يا استاذ احمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله على السلامه يا كابتن اسلام، نورت الشاشه ربنا يخليك. الحمد لله على السلامه صديقي العزيز، انت عارف احنا اصدقاء بعيدا عن طبعًا العمل طبعا. الحمد لله على سلامتك، والحقيقه كان الناس كلها هنا قلقانه عليك وبلغك بسلامها، خاصه المهندس انا بريده وكابتن احمد مجاهد وكابتن علي محمد علي واستاذ اسامه اسماعيل، كل تقريبا المصريين هنا، استاذ محمد سيف، استاذ شريف عبد القادر، كل الناس اللي موجوده هنا. انا طبعا اعتذر ليهم ان انا ما عرفتش ارد الفتره اللي فاتت على التليفونات، ولكن صحيح كلموك على فكره كلهم كلموك، فالف سلام عليكم، الحمد لله على سلامتك. ونروح لموضوع كاس العالم للانديه، اعتقد يعني ان الاهلي هيلعب في كام النجوم، الكلام ده انا كان مهندس احمد مجاهد دردشنا في الكلام ده يوم مباراه الاردن صباحا، وقال الموضوع محلول، وقال تقريبا نفس الجمله اللي قالها امبارح اللي هي الناس كلها قالت خدت عليه، اللي هي ليس كل ما يعرف يقال، والحقيقه فعلا ليس كل ما يعرف يقال، لانه في حاجات بتحصل وفي تطورات بتحصل في كل كاس الامم الافريقيه، واحتمالات كبيره جدا جدا قد تقترب من 95% لتاجيلها لشهر 6، في مشاكل في اللجان هناك، في مشاكل في تاجيلها لشهر 6، اعتقد ان ده هيبقى حل مرضي لكافه الاطراف يعني لكل حاجه، للدوري الانجليزي وللحاجات كتيره جدا يعني كله، واعتقد ان هي ممكن تقام في دوله ثانيه كمان، لان مشاكل الطرق نفسها اللي بتؤدي للاستادات اللي بتقام المباريات مش جاهزه، الشركات اللي موجوده هناك اللي هي لجان التفتيش بتاعت اللي موجوده من الكاف وفيها بعض اعضاء من الفيفا، شايفه ان الموضوع صعب جدا جدا جدا، والبطوله فاضل عليها اقل من شهر، احنا النهارده يوم 13. معلش يا عويس، انت بتقول معلومات مظبوط ولا بتقول مجرد اجتهادات؟ معلومات يعني معلومات اعتقد البطوله مش هتقام في نسبه 95% و9 من 10 يعني تقترب من 96% ان البطوله مش هتتلعب، هتتاجل ل6 وقد تقام في دوله ثانيه. الو سامعني يا كابتن؟ سامعني؟ يا حبيبي سامعك، اتفضل. الو اتفضل يا عويس. قد تقام في دوله ثانيه، البطوله قد تقام في دوله ثانيه، واعتقد انه الاهلي عليها ان يستعد من دلوقتي لمباراه بيراميدز وفيوتشر في الدوري وباقي مباريات في الجدول لحد كاس العالم للانديه، اللي هو الاهلي اعتقد انه هيبدا يسافر مثلا يوم 28 عنده مباراه دوري لحد 28 يناير. ده بخصوص مباريات الاهلي. نروح لمنتخبنا قبل بس ما نروح لمنتخبنا، عايزك النهارده عايز اعرف ردود الافعال على جواب الشكر اللي بعته النادي الاهلي للمهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم، وان النادي الاهلي دائما عندما يرى ان هناك جهد مبذول بيضع امام الجميع المسؤوليات، الجميع امام جمهور النادي الاهلي، وبيقول لهم انا بشكر فلان وفلان وفلان. هو هل يعني الناس برضو الناس اللي قريت بعض الافعال بيقولوا اصل احمد مجاهد ماشي في يناير والبطوله هتكون في فبراير، فهو ضحك الحقيقه ما اعتقد يعني هل حد يعني عنده رؤيه لحد مترين مؤسسه بحجم النادي الاهلي وكيان بحجم النادي الاهلي هيطلع جواب شكر عن موقف هو مش دارس ابعاده وعنده القرار نفسه؟ يعني ليس كل ما يعرف يقال اللي احمد مجاهد اكيد قال للاهلي اللي ما ينفعش له وسائل الاعلام، واكيد الاهلي طلع البيان ده بعد ما عرفته بالتطورات اللي قالها له المهندس احمد مجاهد، عشان كده شكر المهندس احمد مجاهد. لا وخليني برضو نتكلم في النقطه دي يا عويس تحديدا، ان النادي الاهلي بيخاطب الاتحاد المصري لكره القدم، الكابتن احمد مجاهد هو رئيس الاتحاد، فلان الفلاني هو رئيس الاتحاد، وبالتالي انا بخاطب مؤسسه
الاتحاد المصري لكرة القدم وهو المسؤول الأول عن الأندية وعن خطابات الأندية وعن توصيل صوت الأندية للاتحادات الأفريقية والاتحاد الإفريقي والاتحادات الدولية. هو ما شكرش احمد مجاهد في شخصه، هو شكر احمد مجاهد في منصبه، لان الناس تعرف انه في فرق بين المهندس احمد مجاهد المواطن العادي اللي زي اي حد والمهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد مصر كره القدم. هو شكر احمد مجاهد رئيس اتحاد مصر كره القدم طبقا للي عمله احمد مجاهد وادى دوره في مسانده النادي الاهلي بمسانده المهندس انا وريده والمسؤولين المصريين. نعم. الموضوع ان شاء الله خلال ايام هيظهر يعني انت شايف ان الاقرب هو تاجيل البطوله لشهر 6 القادم. دي معلومه لان ده في مصلحه في مصلحه خلي بالك هو مش الاهلي بس اللي متضرر من كاس الامم الافريقيه، الاهلي متضرر عشان مباراه كاس العالم للانديه، ولكن الفرق الاوروبيه بالكامل كل الدوريات مزبوط. الاوروبيه بيلعب فيها لاعبين افارقه، يعني الناس كلها مركزه على الدوري الانجليزي. الدوري الايطالي فيه لعيبه كتير، الدوري الهولندي فيه لعيبه كتير، الدوري الفرنسي فيه لعيبه كتير. يعني خلي بالك انت لو بصيت على ليفربول مثلا عندك محمد صلاح وماني اهم اثنين، عن ثلاث لعيبه ونبي كيتا طبعا، بس انا بتكلم على ان محمد صلاح وماني اللي جايبين تلتين الاهداف. يعني انت اما تروح لاشبيليه مثلا اللي بينافس ريال مدريد على صداره الدوري الانجليزي، بونو ياسين حارس مرمى اشبيليه الاساسي واللي بيعمل حارس مرمى المنتخب المغربي. فالحقيقه الموضوع هيبقى صعب على كل الدوريات الاوروبيه. فهو اقامه البطوله نفسها في يناير، وكان خد قرار قبل كده انه هيلعب بطوله شهر 6، اقامه البطوله في يناير عامل مشكله اصلا مظبوط للدوريات الاوروبيه. فهو طول الوقت اقامتها في التوقيت ده في عز مسابقات الاوروبيه بيعمل مشكله، فعشان كده اعتقد ان هي تاجل بالنسبه كبيره، والقرار هيصدر خلال ايام. يعني هل من دلوقتي عويس وانا عارف ان انت كلامك موثوق فيه في هذا الامر نبتدي نقفل الصفحه دي وننظر الى ما هو قادم؟ نبتدي نقفل الصفحه دي وننظر الى كاس السوبر بقى ونشوف. أنا ان شاء الله ماتش السوبر خلاص، احنا الاستعدادات هنا الجمهور الاهلي بيجهز الدخله والاستقبال، الاهلي هيبقى فيه بدري كده جمعه استقبال. مشغلين رابطه النادي الاهلي هنا بقياده مستشار حسام عامله شغل جبار. وبداوا يستعدوا للدخله ويستعدوا لاستقبال النادي الاهلي. الاهلي هيوصل يوم الجمعه، فالاستقبال هيبقى استقبال يليق بالنادي الاهلي، خاصه ظروف كورونا قللت. المره اللي فاتت الاهلي لما جه كاس العالم للانديه والسوبر كان ظروف كورونا، فكان في اجراءات احترازيه كتير. المره دي لا، الموضوع اسهل وهيبقى فيه استقبال رائع. جماهير الاهلي بتدور على التذاكر من دلوقتي، ان شاء الله هيبقى فيه حضور جماهيري كعاده الجماهير المصريه في كل مباراه. تشوف مباراه المنتخب يا كابتن اسلام، مباراه منتخب مصر والجزائر كان فيها اكثر من 35,000 مصري، مباراه مصر والاردن كان فيها اكثر من 30,000 مصري. الحقيقه حضور جماهيري رائع، ولما تبص هنا الجماهير بتدور على تذاكر ماتش تونس الجاليه المصريه، تحس ان انت يعني انت في مصر، عارف انت معكش تذكره اللي بتسمعها طول الوقت، واحنا في مصر مباراه الاهلي هي اللي بتسمعها هنا، معكش تذكره لمباراه تونس كل الزملاء وكل الاصدقاء اللي موجودين هنا. فنتمنى ان ربنا يكرم المنتخب وبعد كده يكرم النادي الاهلي، ويبقى في عندنا نهائيين سبت واربع بيحققهم المنتخب والاهلي. امبارح كان معايا الحقيقه كابتن سيد عبد الحفيظ، واتكلم على ان هناك مكالمه جمعته بكابتن كابتن عبد الحفيظ طبعا مدير الكره في النادي الاهلي، وان هناك مكالمه جمعته بالكابتن وائل جمعه مدير المنتخب الوطني ومدير الكره في منتخبنا الوطني، وكان هناك اتفاق على الاتي: ان اي حد في اللاعبين المصابين من لاعبي النادي الاهلي هيحس باي بواحد في المية من التعب مش هيلعب مباراه القادمه، ما حدش هيلعب الا اذا كان 100% سليم ويستطيع ان يلعب المباراه. طيب اذا عايزك تقول لي اخبار الشناوي ايه، اخبار حمدي فتحي ايه، اخبار ايمن اشرف ايه؟ النهارده التدريب بتاع المنتخب كان بدا الساعه 5:30 بتوقيت الدوحه، 4:30 توقيت القاهره، نفس توقيت اقامه المباراه تقريبا. لم يشارك يعني بمعنى لم يشارك ايمن اشرف وحمدي فتحي واحمد حجازي في مران اللاعبين، واحمد الشناوي كان بيأدي تدريبات تاهيليه بعيدا عن الملعب. محمد الشناوي كان بيأدي تدريبات تأهيلية بعيدا عن الملعب يعني تدريبات خفيفة جدا. خلينا نقول انه فرص لحق الثلاثي حمدي وحجازي وايمن اشرف بالمباراة قد تبدو مستحيلة، مش جاهزين، ما تمرنوش النهارده خالص، مرنوا في الجيم بس. الشناوي ممكن يلعب وممكن لا، هو الاقرب للمشاركة احمد الشناوي، ولكن الثلاثي الباقي ما اعتقدش انه ممكن يشارك لان ما تمرنوش، وبكره تمرينه الاخيره للمباراه
مباراه تونس مباراه مش سهله وهيبقى فيها ضغط عصبي وذهني وبدني على اللعيبه. اللعيب حمدي عنده تقل زي ما قال التقرير الدكتور محمد ولا في العضله الضمه، فاعتقد انه صعب يلعب. ايمن اشرف النهارده تقريبا ما كان لابس حذاء رياضي، وقف شويه في ما اتمرنش، كان واقف شويه في الملعب، حجازي ما ظهرش اساسا، فاعتقد انه صعب جدا لانه اصابات العضله انت عارف يا كابتن اسلام، انت لعيب كوره كبير وعارف انه يعني ما ينفعش يلعب عليها لان هتعمل بعد كده مزق، والموضوع بدل ما اسبوعين هيبقى شهور. والحقيقه كارلوس كيروش مش من المدربين اللي ممكن يخطر بلاعب ولاعبه وهو مصاب، ما اعتقدش انه ممكن يعمل ده لانه هو عنده من القدره والجراءه انه بيلعب اي لعيب. خلينا نقول ان المنتخب المصري في البطوله دي شفنا نجوم بيلعبوا ما كانش حد يقدر يخليهم يلعبوا الا مدرب بحجم وقيمه اسمه كارلوس كيروش، اللي خلى لعيبه. احنا بننهي المباراه كابتن اسلام بلعيبه من فيوتشر ولعيبه من طلع الجيش ولعيب من ام بي ولعيبه من سموحه، وده الحقيقه نجاح كبير لكارلوس كيروش. طيب محمد مجدي قفشه لعب شويه الماتش اللي فات، ولكن طمنا عليه اكتر برضه. لا قفشه جاهز، شريف جاهز، اكرم جاهز، اكرم كان خارج اللقاء الماضي جاهز، قفشه جاهز، محمد شريف جاهز، الشناوي ان شاء الله هيكون جاهز. هم دول لعيبه الاهلي الموجود، ايمن اشرف وحمدي بره، اعتقد ان هم صعب جدا. السوليه قائد الفريق، والحقيقه يعني لازم 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 نقول، نقعد نتكلم كتير قوي على النضج الكروي اللي بقى فيه عمرو السوليه يا كابتن. اهو انت وحضرتك بتكلمني دلوقتي، احنا انت جايب لنا لقطه للشناوي وهو بيجري يعني بره الملعب مع كابتن، بيجري بره الملعب بالظبط، كان بيجري مع في التاهيل، في التاهيل عمرو السوليه وصل، عمرو السوليه وصل لدرجه من النضج وقياده منتخب مصر، هيبقى قائد بجد. والحقيقه في مشهد خفيف كده حصل في مباراه الاردن بيقول ان عمرو السوليه بقى بيقرب اللعيبه من بعض. اللعيب رقم واحد في تسديد ضربات الجزاء في المنتخب هو مجدي قفشه، لما حسب ضربه الجزاء عمرو خد الكوره من قفشه واداها لاحمد سيد زيزو، والحقيقه دي تصرف، ده تصرف قائد. لا دي بقى خلي بالك، دي برضو بتنفي موضوع ما اللي هو الاهلي والزمالك انت في الاخر بقى ده كابتن منتخب مصر، كابتن منتخب يعني مصر، وبالتالي يعني زيزو يعني الناس طبعا كلها عارفه ان زيزو بيلعب في الزمالك وقفشه بيلعب في الاهلي، فبالتالي خد الكوره من محمد مجدي قفشه واداها لزيزو لان زيزو هو رقم واحد. لا على فكره قفشه رقم واحد، هم شايفين انه زيزو بقى مميز وهو اللي ماشي زي ما بيقولوا ماشيه معاه، يعني من كتر ضربات الجزاء تحسب للزمالك فماشيه معاه. زيزو سدد، كان هو اللي هيسدد قبل ما ضربه الجزاء تتلغي، والحقيقه في روح حلوه جدا بين اللعيبه، واتمنى انه زي الروح الحلوه اللي بين المنتخبات. يعني عارف يا كابتن اسلام اللي حصل في مباراه الجزائر والمغرب، الناس كلها كانت مشدوده ومعتقده المباراه بسبب الاجواء المتوتره في بين البلدين، ان المباراه تبقى صعبه. الحقيقه المباراه خرجت في منتهى الروح الرياضيه، كل المباريات خرجت في روح رياضيه كبيره جدا، ونجاح مبهر للبطوله ما حدش كان يتوقعه. يعني انت عارف البطوله بدات تتسحب دلوقتي، الناس بتطلب ان هي تتلعب كل سنتين. لسه كنت هقول لك يعني الناس بدات دلوقتي، بس هو الحقيقه التنظيم البطوله بالامكانيات دي وبالحضور الجماهيري ده هيبقى مقتصر على اربع خمس دول عربيه، يعني هتبقى مقتصر مثلا في الدول الافريقيه، في اسيا، الدول الافريقيه العربيه في افريقيا، على مصر والمغرب والجزائر، الدول العربيه في اسيا، قطر والسعوديه والامارات، لان هي اللي لديها الامكانيات المبهره في الملاعب. ملاعب الحقيقه البطوله اتلعبت على ست ملاعب من الثمانيه اللي هتلعب عليهم كاس العالم، فاضل ملعبين بس، هم اللي الملعب الوسيل لسه ما تفتحش، وملعب ثاني هم دول اللي لسه ما تلعبش على البطوله. لكن البطوله حقيقه هتبقى مبهره جدا، لان الملاعب قريبه جدا من بعض، اي حد بيحب كره القدم هيجي هيقدر يحضر ماتش واثنين وثلاثه في اليوم. انا بحضر لانه الفيفا سمح لنا بحضور مباراتين بس في مباراه الاربعه، بحضر كل يوم مباراتين يا كابتن اسلام. متعه ان انت بتتنقل بين الملاعب تتفرج على كوره وتتبسط، والمواصلات سهله جدا، تنقل بالمترو. يعني الحقيقه تجربه حلوه وبروفا حيه لكاس العالم 2022. طيب قبل ما اسيبك يا عويس، الكلام كله دلوقتي هنا في مصر عن الثنائيات اللي هتحصل في المباراه القادمه ما بين علي معلول واكرم توفيق وبقيه اللاعبين، سيف الجزيري مثلا والونش بيلعبوا في نادي واحد، بقيه اللاعبين المسلوسي، حمزه المسلوسي المسلوسي وزيزو. في حاجه لطيفه جدا يا كابتن اسلام، انه عدد اللعيبه اللي في منتخب، ايوه حبيبي معاك اتفضل،
عدد اللعيبه اللي بيلعبوا في الدوري المصري في منتخب تونس قد عدد اللعيبه اللي بيلعبوا في منتخب تونس في الدوري التونسي بره حراسه المرمى. يعني اربع لعيبه في منتخب تونس بيلعبوا في الدوري التونسي بره الثلاث حراس. والدوري المصري فيه اربع لعيبه اللي هو حمزه المسلوسي وجزيري في الزمالك، علي معلول في الاهلي، فخر الدين بن يوسف في بيراميدز، ولو حطينا عليهم فرجاني الساس اللي كان من شهور بيلعب، انت عندك خمس لعيبه عندهم خبرات كبيره جدا بالدوري المصري، وده هيخلي المباراه صعبه جدا للعيبه حافظه بعض. بالظبط. يعني لما يلعب حمزه، لما يلعب حمزه على فتوح فالاثنين حافظين بعض، لما يلعب علي على اكرم الاثنين حافظين بعض، لما يلعب الونش ده كلام بيحصل كل تمرين. الكلام ماشي في الاتجاهات دي ازاي؟ يعني دايما الحاجات دي بيبقى فيها يعني الجمهور واخدها كلها كوميكس على على السوشيال ميديا ما بين علي وما بين اكرم، لكن انت عندك انت شايف الموضوع اقرب. اعتقد انه خبرات الو الصوت بيقطع. لا انا سامعك كويس. سامعني؟ انا سامعك. اتفضل يا عويس. سامعني كده؟ اه سامعك يا عويس. اتفضل. لعيبه المنتخب التونسي عندهم خبرات كبيره جدا بلعيبه الدوري المصري، ولعبوا يعني دخل لعبوا قدامهم كتير، فهيبقى هينقلوا ده لزمايلهم انه مثلا علي معلول عارف ايه مميزات وعيوب اكرم، جزيري عارف ايه مميزات وعيوب بالونش، العكس تماما. فالحقيقه المباراه كتاب مفتوح، حتى كمان اللعيبه الثانيه يعني بلايلي واللعيبه اسف مسكني واللعيبه الثانيه اللي لعبوا قدام اهلي وزمالك كتير في افريقيا كتير. يعني فاروق مصطفى كان لسه لاعب مع الترجي قدام الاهلي، مجموعه اللعيبه كلها لعبت قدام اللعيبه المصريه. فاعتقد مباراه صعبه جدا جدا جدا، وهي الحقيقه مباراتين نصف النهائي الاثنين اصعب من بعض، يعني ما ينفعش تتوقع مين هيكسب. والحقيقه انه يعني حاجه مشرفه للمنتخب ان احنا وصلنا لحد يوم السبت لحد المباراه النهائيه، او لا قدر الله لو خسرنا لحد الثالث والرابع. مين الاقرب يا عويس، منتخب مصر ولا منتخب تونس؟ الامنيات كلنا بنحب منتخب مصر وعايزين. لا لا ان شاء الله منتخب مصر الحقيقه بيعمل اداء اللي هو بيتسحب زي ما هم هنا بيقولوا، منتخب مصر بيتسحب، منتخب بطل يعني بياخدها ستيب باي ستيب، كل شويه بياخد خطوه خطوه، والحقيقه بيرجع. يعني مباراه الجزائر اتاخر ورجع، مباراه الاردن اتاخر ورجع، فعنده قدره انه يرجع رغم انه الحقيقه طول الوقت فكره قله الخبرات اللي موجوده في منتخب مصر يعني مبهره، ان الفريق بيعمل نتائج زي دي وعنده مجموعه الحقيقه اول مره تلعب منتخب مصر. يعني مروان داوود، مروان حمدي، احمد رفعت رغم كل السن، احمد رفعت دلوقتي بقى عنده 28 سنه مثلا، ما لعبش منتخب مصر، اول مره يشارك اكتشاف البطوله دي، حسين فيصل اكتشاف، حمدي فتحي اكتشاف. لو تقدر تقول لنا الحياه بقى بتاعت كارلوس كيروش نفسه، بمعنى ان الناس عايزه تتعرف على كارلوس كيروش بشكل اقرب، انتوا اقرب منه، انتوا اقرب ليه يعني دلوقتي بما انكم موجودين في قطر، ما عندوش حاجه غير ان هو يمرن اللعيبه وينزل يقعد في الاوتيل شويه، بيعمل ايه؟ تفكيره عامل ازاي؟ بقيه اللعب يعني احنا، انا عارف مثلا ممكن اقول لك شوقي بيعمل ايه، جمعه بيعمل ايه، الحضري بيعمل ايه، لكن بتكلم على كارلوس كيروش نفسه. هم حسب كلام، انت عارف الاوتيل فيفا فمقفول على الفرقه. نعم. بس حسب كلام المجموعه من الجهاز والناس اللي متواجدين في البعثه المصريه، انه الراجل بيفكر في كل كبيره وصغيره في تفاصيل المنتخب المصري، في ادوات التدريب، مين نام فين، وبيتكلم على لعيبه كتير، في المدربين المساعدين اللي هو جايبهم معاه بيعلموا اللعيبه تحركات جوه الاوتيل. يعني في فترات والفريق مش ما بيتمرنش، كل واحد بيمسك لعيب ويقعد يقول له انت بتتحرك ازاي. هو مهتم جدا بالتفاصيل، ومهتم جدا بان يبقى عندنا في صف اول وتاني وتالت، وده بيحصل دلوقتي. ان احنا بقى عندنا صف اول وتاني وتالت، ودي حاجه حقيقه ما كانتش موجوده بقى لها كتير يا كابتن اسلام. مظبوط. لما لعيب كان عندنا بيقع، لما لعيب من عندنا بيقع ما كناش بنلاقي غيره. احنا دلوقتي عندنا ما شاء الله، عندنا احنا بنلعب من غير احمد حجازي. انت فاكر اخر مره منتخب مصر لعب من غير احمد حجازي امتى؟ يعني وعمل ايه؟ وعمل ايه يعني؟ كانت الدنيا بالنسبه لنا مصيبه يعني. يعني احمد حجازي بنلعب من غيره. انت المجموعه الحقيقه، وهو راجل ذكي، لان لما تشوف المجموعه اللي بتلعب دلوقتي، الخمسه اللي تحت هم الخمسه اللي كانوا بيلعبوا مع كابتن شاو في الاولمبياد، هم اللي بعد كده عدوا وبداوا يلعبوا مع منتخب مصر.
فالخمسه اللي تحت دول بقى خلاص بقى، والخمسه اللي تحت دول زي ورقه البوسطه ما حدش يقدر عليهم. واعتقد ان ده دور شوقي، محمد شوقي يعني في وجوده في الجهاز، وده اللي احنا قلناه من الاول طبعا، يعني ان شوقي له دور طبعاً كبير في التواصل ما بين المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول يعني. والمجموعه يعني المجموعه الثلاثه اللي كانوا طالعين من الكبار مع الاثنين بتوع المنتخب الاولمبي هم الخمسه اللي كانوا بيلعبوا في المنطقه الدفاعيه مع منتخب كابتن شوقي، ضيف عليهم حمدي فتحي والسوليه ومعاهم النني، السبعه دول الثمانيه دول هم يعني دول لو في كاس الامم، واعتقد مش كاس الامم، هم الثمانيه دول اللي موجودين في الحته دي. الثلاثه اللي قدام هتحط صلاح وهتحط مصطفى محمد، وممكن بقى تحط تريزيجيه، تحط مرموش، تحط قفشه، تحط محمد شريف، يعني هتبقى ماشيه كده يعني. التشكيل الاساسي مش هيختلف عن ده، ولكن هو بدا يمسك زي ما بيقولوا التشكيله الاساسيه لمنتخب مصر، وبدا يمسك اوراقه. والحقيقه اللي بيعمله بيدي فرصه لاي لاعب في الدوري المصري انه انا هلعب، يعني عارف اوقات اللعيبه ايه كانت بتفقد الامل ان هي ممكن تشارك مع المنتخب. دلوقتي احنا شفنا لعيب احمد ياسين من البنك الاهلي، شفنا مروان داوود من امبي، شفنا مهند لاشينو والحقيقه اداؤه رائع لما نزل في المباراتين اللي نزل فيهم بديل، الثلاث مباريات اللي نزل فيهم بديل كان اداؤه رائع. فالحقيقه تغييرات كتير ولاعيبه كتير بتاخد فرص، ده يحسب لكارلوس كيروش. الاداء لسه ممسكش ورقه الاداء كويس، ولسه بنتهته يعني في الاداء، ولكن تتعادل مع الجزائر، تبقى خسران الجزائر وترجع في الشوط الثاني وتتعادل وتضيع، ده الحقيقه منتخب المغرب بقوته اللي بقاله ست سنين اللي واخد ثلاثه امم افريقيه محليين خسر منتخب الجزائر اللي احنا تعادلنا معاهم كنا ممكن نكسبه. طيب اخيرا يا عويس، اخيرا عايز اسالك برضو عن التشكيل الاقرب لمنتخبنا الوطني في ظل بقى كل الكلام اللي انت قلته ده. شناوي، احمد ياسين، اكرم، احمد فتوح، مهند لاشين وعمرو السوليه، مصطفى فتحي وزيزو ورفعت، او حسين فيصل ومروان حمدي. هو مقتنع جدا بمروان حمدي على فكره، لانه شايف ان دوره التكتيكي في عارف انت كابتن اسلام اوقات بتبقى عايز لعيب يعني بيلتحم بس هو ابتدى كمان يخش يعني يجيب اجوال وبتاع، يعني ابتدى جايب جون حلو، وجايب جون حلو على فكره في الاردن، والحقيقه كان جون اللي رجعنا المباراه. احنا لو خرجنا الشوط الاول واحنا متاخرين كان الموضوع هيبقى صعب جدا في الشوط الثاني. طيب اذا ده التشكيل يعني الاقرب لهذه المباراه. اعتقد الاجواء جيده، كل حاجه جيده، ننتظر بقى ايه اللي هيحصل في مباراه يوم الاربعاء منتخبنا الوطني مع منتخب تونس. انا بشكرك جدا يا عويس على كل هذه المعلومات، وعلى عهده كاتبنا الصحفي وناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ احمد عويس طبعا، اللي انا بشكره جدا على وجوده معانا.